بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحيل نعمته وبركته على روحنا جميعنا امين. نقرا من رساله العبرانيين اصحاح 4. فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه، لاننا نحن ايضا قد بشرنا كما اولئك، لكن لم تنتفع كلمه الخير اولئك اذ لم تكن ممتزجه بالإيمان في الذين سمعوا. لأننا نحن المؤمنين ندخل إلى الراحة كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. لإلهنا المجد للأبد أمين. إحنا عايشين في الدنيا دي كلنا، أمنا بعد ما نطلع من الجسد ده إن ندخل السماء. كل واحد فينا بأنه عنده هدف عايش من أجله، الهدف ده هو السماء. ولكن إن ضاع الهدف منه خلاص خسر كل حاجة، لأنه هتكسب إيه لو ربحت العالم ده كله وفي النهاية خسرت نفسك؟ الآية اللي بتقول إيه: ماذا ينتفع ها الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. يعني ربح نفسك أغلى من ربح كل العالم. اربح نفسك، لأنه لو ضاعت نفسك منك خلاص وكسبت العالم كله ماذا تستفيد؟ الآية اللي تركز عليها النهاردة عشان ما تضيعش منك السماء: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان كده المسيح له المجد نبهنا دايما وقال لنا إيه: اطلبوا ها أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. يعني أول ما تصحى الصبح قل يا ربي أنا عايز أدخل السماء، أنا غرضي أدخل السماء. لكن أول ما بنصحى الصبح بنفكر في العيال ونفكر في الشغل وفي الفلوس وفي هذا وذاك، إنما ربنا قال لك اطلب أولا السماء. لو طلبت السماء كل اللي أنت عايزه دي بعد كده هيجي على البيعة حدهولك، بس أنت أول حاجة اطلب السماء. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هنركز على ثلاثة شخصيات بس، الثلاثة شخصيات دول كان هدفهم الأول السماء وضاعت منهم السماء للأسف. عشان نعرف إنه في ناس كانوا أحسن منينا ولكن ضاعت منهم السماء. أولهم يهوذا الأسخريوطي. يهوذا ده كان من ال 12 تلميذ اللي اختارهم ربنا عشان يخدموا معه. وربنا لما بيختار مش بيختار أي حد، بيختار ناس كويسة، بيختار ناس كويسة. ويهوذا شاف أحلى أيام مع الرب يسوع المسيح، 3 سنين أحلى أيامه اللي عاشها شافها مع الرب يسوع المسيح. شاف معجزة الخمسة خبزات والسمكتين وهو بنفسه كان بيوزع السمك والعيش على الناس من الألفات والعشرات المئات من الناس. وشاف معجزة الرب يسوع المسيح وهو ماشي على المية، وشاف معجزة لعازر اللي طالع من القبر، ولما المسيح قال لهم حلوه وادعوه يذهب، يعتقد انه يهوذا كان من الناس اللي بتفك رباطات لعازر عشان يمشي البيت، وأخذوا معاه بالحضن. شاف كل المعجزات دي. ولما المسيح له المجد أعطى سلطان للتلاميذ على إخراج الشياطين وإخراج الأرواح الشريرة، شفاء المرضى، إقامة موتى، يهوذا أخذ معاهم السلطان دي. إذن كان يهوذا هدفه الأول يمشي السماء، لكن غير الهدف ديّ واستبدلوا
بهدف تاني هو ايه؟ المال. فأحب المال أكثر من السماء، مع أن سبب تافه جدا، لأنه يجي إيه المال بالنسبة لعمل المعجزات والعز اللي أخذه مع الرب يسوع المسيح؟ لكن للأسف الشديد الفلوس زغللت عينه وضيعت منه هدفه اللي هو السماء. رب يسوع المسيح ائتمن يهوذا على الصندوق بتاع المساكين. كان عندهم صندوق كده بيحطوا فيه المساكين، زي أي صندوق بيتحط في الكنيسة مكتوب عليه إخوة الرب. هو يهوذا كان ماسكه ثقة فيه، لأنه كان يثق فيه أكثر من باقي التلاميذ. ولكن يهوذا كان بيسرق من الفلوس دي، وكان بيحسب للفلوس للوحدة. المرأة سكبت الطيب، لما سكبت الطيب على قدمي الرب يسوع المسيح استخسر الطيب على رجلين الرب. قال لي ماذا هذا الإتلاف؟ أما كان ينبغي أن يباع ويعطي للفقراء، أنت بتستخسر في المسيح يهوذا. لكن يا أحبائي للأسف الشديد إن هو الفلوس زغللته، وهو كان بيسرق من الفلوس بتاعت الصندوق وضاعت منه السماء. وكان إنسان أحسن مني ومنك، ولكن ضاعت منه السماء. شخصية تانية شاول الملك. شاول الملك لما تقرأ عليه في الكتاب المقدس ده كان شخصية متواضعة جدا، كان فلاح بسيط وكان يحب ربنا، وقعد من بساطته قعد 3 أيام يفتش على الحمارة بتاعته، ومكسوف يروح لأبوه يقول الحمارة بتاعتي ضاعت، لحد ما ربنا قال لصمويل هيجي لك واحد بيفتش على الحمارة بتاعته، يقول له الحمارة روحت، خده وارسمه ملك. وجا شاول لصمويل، وصمويل قعد عنده ويقعد واداله ياكل وتلمزه عنده ليلة كاملة، ومش مصدق شاول انه قاعد مع صمويل. وبعدين صمويل قال لشاول ربنا قال لي ارسمك ملك. ملك؟ انا اترسم ملك؟ ده انا فلاح بسيط، قاعد يقول كده، ده انا ما يجيش حاجة، انا ايه اللي اترسم ملك ده؟ ولما حبوا يرسموه ملك جرى واستخبى ورا الكراكيب، يقول لك اختبأ ورا الامتعة. ده دليل انه كان متواضع، وكان هدفه كل إنسان متواضع في نهاية السماء. وقعدوا يدوروا عليه لحد ما جابوه، وبعدين الناس اتريقت عليه وقالت ايه الفلاح ده اللي يعملوه ملك؟ وهو ساكت ما تكلمش، ده من اتضاعه. قال صحيح أنا حتة فلاح، أجي إيه يعني؟ أجي إيه أكون مسيح الرب؟ ولا حاجة، ده من اتضاعه. وحصلت حرب بين اليهود والفلسطينيين، تتذكروا حرب الايه؟ جولياط الجبار. وجاء داود وقال له انا هدخل الحرب وهحارب، قال له انت ما تقدرش، قال له لا اقدر. وحارب داود جولياط الجبار وقال له انت تاتيني بسيف ورمح وانا اتيك ايه؟ باسم رب الجنود. وغلب مين؟ غلب جولياط. قاموا الستات زغرتوا وغنوا وقالوا ايه؟ داود قتل ربوات وشاول قتل ايه؟ الوف. هي كلمة واحدة بس غيرت هدفه خالص، من مكان هدفه السماء اتغير هدفه للانتقام. هنتقم من داود، اموت داود، لا يمكن انا وداود نعيش مع بعض، ده هياخد مني الملك، ده مش عارف. يا شاول يا شاول، ده انت راجل متضع، حموته يعني حموته. شفت ازاي دخلت محبة غريبة في قلبه انه لازم اموت داود. المقارنة دي الوف وربوات خلته 180 درجة يتحول انه يخسر السماء. يا شاول ده ربنا عملك ملك، ده داود في يعني في سن اولادك، ده بيحب ابنك يونسان جدا، ازاي ياخد منك الملك؟ لا حموته يعني حموته. قعد 15 سنه
يهرك ويفري لازم أموته. وضاعت منه السماء بعد ما كان إنسان متضع محب. ناس أحسن منينا السماء ضاعت منيهم. شخصية تانية زي ديماس، مش ديماس اللص اليمين، لا، ديماس ده كان تلميذ بولس الرسول، وكان يذكر بولس الرسول مع لوقا ومع مرقس. يعني كان ممكن دلوقتي يطلع لنا إنجيل اسمه إنجيل ديماس، لأنه كان بيطلع معاهم الخدمة، وكان مع بولس الرسول يطلع مع الخدمة أينما ذهب. ولكن فجأة كده بولس الرسول اتكلم عن ديماس وقال إيه؟ ديماس تركني ها؟ لأنه قد أحب العالم الحاضر. يا بعد ما كان خادم أحب الدنيا والفلوس والفلل والعربيات حاجات دي ممكن تيجي عندك أو تكون عندك، لكن ما تكونش هي هدفك الأساسي. وللأسف الشديد إيه؟ ضاعت منه السماء بعد ما كان إنسان إيه؟ يعني إنسان محب ويدخل السماء. إذن أحبائي، في قديسين عظماء جدا وكانوا قديسين زي يهوذا وزي شاول وزي ديماس وزي كثير من القصص في الكتاب المقدس، ودلوقتي كنا ممكن إننا إحنا نتشفع بيهم ونطلب صلواتهم. ضاعت منهم السماء بسبب فلوس، بسبب محبة كرامة، بسبب محبة عالم، ضاعت منهم السماء خلاص. إذن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إيه الأسباب اللي تضيع مننا السماء؟ أولا القرارات الخاطئة. الواحد بياخد قرار خاطئ بيضيع منه السماء. أحكي لكم قصة عن واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان ملك عظيم جدا ويحب ربنا، وأزال المرتفعات وأزال عبادة الأوثان، وكان إنسان عظيم جدا. لكن للأسف الشديد غلط غلطة عمره كادت تضيع منه السماء. غلطة عمره بأنه صاهر أخاب الملك، صاهره، وأخاب ده ملك شرير ورجالته رجالة أوثان. وبعدين لما صاهر شاول، لما صاهر أخاب الملك ديا يهوشافاط، يقول لك إن هو كان يهوشافاط له غنى وكرامة كثيرة، وصاهر أخاب الملك ونزل بعد سنين، يعني مشى يزور أخاب لأنه صاهره. طالما صاهره معناته هيتزاوروا، وطالما يتزاوروا معناته هياكلوا مع بعض. طالما هياكلوا مع بعض لازم يشوفوا مصالح بعض، يشوفوا مصالح بعض معناتها هيتعرفوا على رجالة بعض، وأخاب رجالته وثنيين. ويقول ذبح، أول ما جاي يهوشافاط لأخاب يقول لك ذبح إلى أخاب غنما وبقرا كثيرا وأغواه. أغواه يعني أغراه. هم قاعدين كده ياكلوا والأكل عجب يهوشافاط، وبعدين أخاب دخل يهوشافاط في حرب هو مش قادره. قال له أنا ححارب واحد اسمه جليات، أو ححارب واحد اسمه راموت جلعات، وعايزك تدخل معايا في الحرب. يهوشافاط من غير ما يسأل ربنا ومن غير ما يقول له الحرب دي مالي ومالها، إنما قال له ماله شعبك شعبي وأنا وإنت واحد وأجيب لك رجالتي. ودخل يهوشافاط ألفات من جيوشه وماتوا في الحرب. كل ده بسبب إيه؟ قرارات خاطئة. عشان كده يا أحبائي كادت تضيع منه السماء لولا إنه هو إيه؟ تاب في الآخر. لكن القرارات الخاطئة تضيع السماء. كمان تضيع منك السماء بسبب محبة غريبة تدخل إلى قلبك. أي محبة غير محبة ربنا تضيع منك السماء على طول. إحنا يا أحبائي كل مرة بنجي هنا كل الوعظ اللي أنت تسمعه حب ربنا، حب الناس، تدخل السماء. لكن لما تدخل محبة غريبة لقلبك تضيع منك السماء.
وربنا قال إلى سمعان الكلام ده: يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ الكلمة دي هي اللي حنتجاز بيها على باب السماء. الكلمة دي أتحبني دي هي اللي حتدخلك السماء أو حتضيع منك السماء. عشان كده يا أحبائي، السماء ممكن تروح منينا إذا بدلناها بأي محبة غريبة، زي ما شفنا شاول دخلت لي محبة غريبة، محبة الكرامة، عايز يموت داود. وديماس دخلت لي محبة غريبة، محبة العالم. والتاني دخلت لي محبة غريبة، هو يهوذا، محبة المال. إذا كل ما تدخل أي محبة غريبة، محبة جسديات، محبة شهوات، تضيع منك السماء. ده السماء كانت حتضيع من واحد أسقف، أسقف، لأن ربنا قال إلى يوحنا الحبيب، قال له اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، اكتب له، ويعتقد أنه كان تيميساوس الرسول، اكتب له، يقول له إيه؟ اكتب له: اكتب إلى ملاك كنيسة التي في أفسس، عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى. إذا لما يقول له تركت محبتك الأولى، على طول قال له إيه؟ أذكر من أين سقطت. إذا السقوط بيجي منين؟ إنك تترك محبتك إلى الله. أذكر من أين سقطت، يعني دور على أي محبة دخلت لقلبك خلتك تبعد من ربنا وممكن تضيع منك السماء. محبة كرامة، محبة فلوس، محبة شهوات، محبة ماديات، محبة جسديات، إيه اللي هيضيع منك السماء؟ أذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى. أي محبة غريبة تدخل قلبك تبعدك عن محبة ربنا، تضيع منك السماء. كمان اللي خليك تضيع منك السماء المشغولية. كل مرة أنا مشغول، ورايا 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 ورايا، كل ما نقول لك تعال الكنيسة، تعال الاجتماع، تعال اتناول، تعال اعترف، أنا ورايا ورايا ورايا. طيب وبعدين؟ القلب المشغول عن ربنا ده يقدر يقابل ربنا ازاي؟ تيجي قدام ربنا على باب السماء، تقدر تقف بالقلب المشغول ده أمام الله؟ مفيش ملاحق على باب السماء، مفيش أي ملاحق على باب السماء. في باب أول ما تدخل منه يا إما يصفر يا إما تعدي بسلام، ولو صفر معناته إيه؟ ارجع ارجع، ممنوع الدخول. ليه؟ لأنه أنت قلبك ما كانش مع ربنا. يا ابني أعطيني إيه؟ قلبك، تحب الرب إلهك من كل إيه؟ قلبك، كل فكرك، كل قدرتك. يا إما الباب صفر وقالوا لك ارجع، يا إما عديت بسلام. عشان كده ربنا قال إلى مرسى اللي المشغولة اللي دعت المسيح هي ومريم في البيت، دعته عشان يتغدى عنديهم: مرسى مرسى إنك مهتمة ومضطربة لإيه؟ لأمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد. مع أن مرسى ما كانتش بتعمل حاجة غلط، بتطبخ للمسيح، بتنظف للمسيح، بتهتم بالمسيح، لكن ربنا أنبها وقال لها: أنت أنا جنبك وقاعد جنبك، مش مركزة معايا؟ ليه بتعملي كده يا مرسى؟ هي كانت فاكرة نفسها بتعمل حاجة كويسة. عشان كده يا أحبائي، الملك ربنا أدانا مثل، أدانا مثل، قال لنا الملك دعا ناس وقال لهم هدعوكم للعشاء، ولما أدعوكم للعشاء والعشاء لما يكون جاهز هقول لكم العشاء جاهز، هبعت لكم الخدام بتاعي تعالوا احضروا العشاء، والعشاء جهز، وبعت الخدام، قال لهم المسيح قال لكم العشاء جاهز. كله كان مشغول. الأولاني قال له: أنا عندي 5 أزواج بقر
رايح أراعيهم، والتاني قال له أنا اتجوزت ورايح شهر عسل، والتالت قال له أنا اشتريت حقل ماشي أشوفه، وكلهم استعفوا، اعفينا معلش مشغولين. ولما رجع الخدام للملك قال له الناس مشغولة، قال لهم اذهب قل لهم أقسمت بذاتي إنكم لا تدخلون راحتي. فيش حد فيكم هيدخل السماء. هنقعد لإمتى يا جماعة نقول مشغولين مشغولين؟ عشان كده يا أحبائي بولس الرسول نفسه اللي خدم ربنا خدمة عظيمة جدا، خايف جدا 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 ما يدخلش السماء. قال أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين، ها لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أنت تترفض يا بولس؟ قال أيوة ممكن أترفض في اليوم الأخير، ممكن أجي على باب السماء والباب يصفر. طب ليه ما أنت خدمت ربنا؟ ممكن ربنا يقول لي يا بولس الخدمة بعدتك عني ليه؟ ده أنا ممكن كنت أمشي الدنيا من غيرك، ليه بعدت عني يا بولس؟ ده الخدمة، ممكن الخدمة تبعدك عن ربنا. أيوة الخدمة ممكن تبعدك عن ربنا، ممكن خدمة ربنا تقول لك ربنا أنت بتخدم بيتي لكن بعدت عني. يا ما في ناس خدموا بيت ربنا كتير لكن بعدوا عن ربنا، وفي النهاية ممكن يترفضوا، يترفضوا خالص. طول عمرك بتخدم بيت الرب، متى تخدم ايه رب البيت؟ طب تعال نشوف ايه العلاج. ايه العلاج انه احنا ما نخسرش السماء؟ اول حاجة عشان ما تخسرش السماء خوف نفسك، لازم تخاف، لانه احنا دايما يا احبائي بنتكلم في كل عظاتنا عن محبة ربنا محبة ربنا، نادر ما نتكلم عن خوف ربنا. لكن ربنا لازم نخاف منه، خوف الله مهم، لأنه لو ضاع مننا خوف ربنا ضاعت مننا السماء. لأنك أنت بتخاف على حاجات كثيرة، أنت بتخاف على صحتك ولا لأ؟ بتخاف أول ما تلقى عندك حاجة مكركبة كده في الصحة على طول على الدكتور، إشاعات وتحاليل وأدوية، وما بتفوتش الدكتور أو مواعيد دكتور ولا تحاليل، وإذا فوتت الدواء بتاعك صحتك هتضيع. ولما تمشي الدكتور يقول لك ها أخدت دواء الضغط، تقول له لا ما أخدتوش، يعنفك ويزعج فيك ويقول لك أنت فاكر نفسك لو سبت الضغط ده كده ممكن يجيك انفجار في المخ، ويزعج فيك مش عشان بيكرهك، لمصلحتك، وبخوفك لمصلحتك. انت بتخاف على بيتك وتعمل له ألارم عشان الحرامية، وتعمل كاميرات. انت بتخاف على أولادك لما يكونوا مسافرين في الموتر واي بتقول لهم حاسبوا من السكة، بتخاف على كل حاجة. طب ليه مش خايف من أبديتك تضيع منك؟ ليه مش ماخد بالك؟ أحبائي لازم نخاف بأن السماء تضيع منينا، لأنه ياما في ناس كانت أحسن منينا وضاعت منهم السماء وراحت منهم السماء. طيب إحنا خايفين ولا لأ؟ أول خوف هو خوف يوم الدينونة. هل أنت خايف من اليوم ده ولا لأ؟ يوم ما تطلع روحك من جسدك، خاف من هذا اليوم، ما تخافش من اي يوم تاني في الدنيا، اوعى اليوم ده خاف منه. خاف انك انت تقف قدام المسيح، اول ما تطلع روحك من جسدك هتقف قدام كرسي المسيح. ما تخافش من اي واحد تقف امامه في الارض، خاف من اليوم اللي هتقف قدام المسيح وشك في وشه وعينك في عينه. لانه الكتاب يقول ايه؟ مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. سؤال لكل واحد لضميره، هل انت عامل حساب لليوم ده ولا لا؟ انت عايش في الارض، طول ما اليوم ده في فكرك وفي ذهنك وفي ذاكرتك اعرف تماما ان اليوم ده مش مخيف
لما يجي هذا اليوم، لأنك عامل له حساب، لأن اليوم شغلك. طول ما اليوم شغلك وانت عايش في الأرض، يوم الدينونة ده لما يجي يوم الدينونة هيكون لك يوم مفرح. لكن طول ما اليوم ده مش شغلك ومش في حساباتك ومش في دماغك خالص، لما يجي اليوم ده هيكون بالنسبة ليك يوم مرعب، يوم مخيف. ليه؟ لأنك مش عامل حسابه. لو عامل حسابه مش هتخاف منه أبدا. عشان كده يا أحبائي دلوقتي جرينا إيه؟ فلنخف إنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى فيكم أحد إنه قد خاب. نخاف يا أحبائي، نخاف إنه ربنا أدانا وعد وقال لنا أنا ذاهب لأعد لكم إيه؟ مكانا، وإن ذهبت وعددت لكم مكانا آتي وأخذكم معي. ربنا حط لنا مكان وعمل لنا مكان في السماء. في ناس خابت وناس سقطت في الامتحان وما دخلتش السماء وكانت قريبة جدا من المسيح زي يهوذا وزي غيره وضاعت منهم السماء. إذن بالرغم من هذا الوعد إنه في ناس ضاعت منهم السماء، كلام يخوف يا أحبائي. عشان كده المسيح قال لنا في آية واحدة أربع مرات خافوا. عد معايا: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر من هذا، أريكم ممن تخافوا. خافوا بنمرة ثلاثة من الذي بعد أن يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم النار. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أربع مرات يقول لنا خافوا. إيه ده رب، أنت بتخوفنا ليه؟ من نار جهنم يلقيكم في النار؟ تكلمنا عن النار يا رب. أيوة لازم أكلمكم عن النار عشان تنتبه، عشان ما تضيعش منك الفرصة، عشان لو ضاعت منك السماء اعرف تماما انك انت مش هتدخل السماء وتدخل النار. خاف من اليوم اللي تنام فيه من غير ما تصلي، لانه لازم قبل ما تصلي تخاف وتحاسب نفسك. زعلت مين؟ عملت ايه؟ عيني راحت فين؟ ادنت مين؟ خصمت مين؟ حاسب نفسك وحاكم نفسك، لأنه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. إذا الليلة دي طلعت فيها السماء، ربنا يقول لك خلاص حبيبي أنت حسبت نفسك خلاص، مش مفيش محاسبة. خاف من اليوم اللي تقف فيه فجأة أمام الله، أمام كرسي المسيح تقف فيه فجأة. خاف من اليوم ده. خاف ان فرص الخير تعدي عليك كل يوم وانت بتفوت الفرص دي، واذا فاتت ما بترجعش تاني. هل انت خايف ولا لا؟ عشان كده بولس الرسول اللي دايما كان يتكلم على المحبة قال لنا خافوا، تمموا خلاصكم ها بخوف ورعدة. توصل بينا الى الرعدة اننا نرتعب ونخاف، والكنيسة كل يوم بتذكرنا بالخوف وبالرعب. فين؟ في إنجيل أو في قطع النوم: وذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل ها مرعوبا ومرتعبا من كثرة الذنوب. ليه يا رب أنت بتخوفنا كده؟ ليه يا رب؟ ما أنت طيب. يقول أنا طيب لكن ما عرفش أجامل في الحق أبدا. أنا طيب أيوة، لكن على باب السماء ما عرفش أجامل حد مشى غلط، ما عرفش أجامل حد ما عملش الوصية أو كسر الوصية. هل أنت خايف ولا لا؟ الخوف من الخطية. عشان كده يا أحبائي، هل أنت خايف من الخطية اللي أنت بتعملها ولا لا؟ انت عارف ان خطية واحدة بس ماسك فيها ومش سايبها ممكن تضيع منك السماء. خطية واحدة بس، خطية واحدة بس ضيعت يهوذا، خطية المال ضيعته.
خطية واحدة بس ضيعت شاول الملك، خطية الكرامة ضيعته. خطية واحدة بس منك حبيها ومش عايز تسيبها تضيع منك السماء. الإدانة، الإدانة تضيع منك السماء. إذا كل يوم أنت قاعد تدين الناس وتتكلم على الناس وتجيب وتودف للناس، الإدانة لوحديها تدخلك جهنم. لا تدينوا ها لكي لا تدانوا، بالكيل الذي تكالون به يكال لكم وإيه ويزداد. عشان كده يا أحبائي، خطية واحدة بس، إذا أنت فاكر الإدانة دي اللي عاملة زي اللبانة في 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 بقك وتتكلم على ذا وتجيب سيرة ذاية حتعدي كده، لا أبدا، تضيع منك السماء. إذا راقب نفسك في الإدانة، راقب كلامك، لسانك في الإدانة، راقب عينك في إدانة الناس، راقب ودانك إنك أنت تسمع إدانة الناس، راقب تصرفاتك. أنت عارف إن الكلام البطال اللي بتطلع من لسانك ممكن يوديك جهنم؟ كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطى عنها حسابا في يوم الدينونة. كل كلمة، جمع بقى الكلمات اللي انت بتعملها كل يوم وحسبها في عمرك، تضيع منك السماء. لكن يا أحبائي عندنا أمل في التوبة. لكن تقول له رب سامحني وترجع تاني تتكلم عن الناس وتتكلم كلام بطال، انت بتغش في نفسك. انت مش عارف انه اقل نظرة غلط ممكن تضيع منك السماء؟ ان عصرتك عينيك اقلعها، جلع، ايوه اقلعها، اقلعها، خير لك ان تدخل ملكوت السماوات اعور ولا يهلك كل جسدك. وان عصرتك يديك اقطعها والقيها عنك، او عصرتك رجلك، خير لك ان تدخل ملكوت السماوات اقطع او اعرج ولا يلقى جسدك كله في النار الابديه. ده مين بيتكلم الكلام ده يا جماعه؟ مين بيقول الكلام ده؟ ها، المسيح، المسيح نفسه بيقول الكلام ده، بيقول في نار ابديه، بيقول في نار اذا للعين اللي بتزوغ يمين وشمال، العين اللي قاعده قدام النت 24 ساعه، والعين اللي قاعده قدام التلفزيون والدش، العين دي مصيرها النار. ده كلام المسيح، والمسيح مش بيهزر، والكلام اللي بيقوله هيحصل. السماء والارض تزولان وحرف من كلامي لا يزول ابدا. طب انت عارف الكلام ده ولا لا؟ يعني ايه اقطعها؟ يعني ايه اقطع يدك او اقطع رجلك؟ اقطع الشر، اقطع الخطية. لكن لو وصلت بيك الدرجة انك تقلع عينك ولا تقطع يدك ورجلك، اقطعها احسن ما تخسر السماء. ومين اللي قلع عينه قبل كده؟ سمعان الدباغ قلعها فعلا عشان ما يخسرش السماء. طب احبائي، تعال نشوف ايه العلاج. العلاج اولا، العلاج عشان ما تخسرش السماء، اسال كل واحد فيكم عنده اب اعتراف ولا لا؟ الذين هم بلا مرشد كاوراق الخريف يسقطون. اذا ما عندكش اب اعتراف يراجع وراك كل شويه انت ماشي صح ولا غلط، انت كده داخل النار، لانه انت مش عارف انت ماشي صح ولا انت ماشي غلط. خلي عندك أب اعتراف كل دقيقة والتانية ترجع له، عشان هو اللي بيوديك ووريك انت ماشي صح ولا غلط. أحبائي، عشان ربنا ما يضيعش مننا السماء، يقوم يدخلنا في تجارب صعبة. والقديس أغسطينوس قال كده، قال ربنا لما يلقى إنسان قدامه مش ماشي كويس استعمل معاه الأدوية، وإذا الأدوية ما جابتش فايدة استعمل معاه إيه؟ المشرط.
لازم يجيب المشرط. حتى احنا كده في الطب يقولوا لنا كده في الدكاترة صح، لما تمشي مثلا عندك قلبك واجعك ولا حاجة يقول لك هنستعمل الأدوية في الأول، وللأدوية ما جابتش حاجة نضطر نفتح بالمشرط. هل لما يقول لك نضطر نشرف نفتح بالمشرط بيكرهوك الدكاترة؟ لا أبدا، عمر ما يكرهوك، إنما بيحبوك عشان صحتك تمشي صح. عشان كده يا أحبائي لما تيجي أي تجربة صعبة عليك ما تقولش يا ربي ليه بتعمل فيا كده، بالعكس التجربة الصعبة تخليك تبص للسماء، لأنه مع التجربة الصعبة تزول الدنيا دي كلها ولا تسواش ولا حاجة، تصغر في عينك خالص الدنيا دي. لما يقولوا لك مثلا عندك مرض قدامك شهر أو شهرين أو ستة شهور أو سنة عشان تعيش، تقول أنا عايز إيه بالدنيا دي، وأول حاجة تصغر في عينيك الفلوس اللي أنت ماسك فيها دي، الكرامة اللي أنت ماسك فيها دي، الجسديات اللي أنت ماسك فيها دي. فربنا أول ما يشتغل معاك يشتغل معاك بالأدوية، لكن الأدوية ما جابتش فايدة، تجارب كده بسيطة، يقوم يجيب المشرط، يجيب تجارب صعبة جدا. عشان ربنا يدخلني ويدخلك السماء قال لنا حاجة مهمة في العالم، ها سوف يكون لكم ضيق. طب ليه يا ربي ما احنا أولادك، ليه تجيب لنا الضيق يا رب؟ يقول لك ادخلوا من الباب الايه الضيق، لأنه آخر الباب الضيق ايه؟ السماء. لكن كلنا عايزين ندخل من الباب الواسع، وما أرحب الباب الواسع الذي يؤدي إلى إيه؟ الهلاك، كثيرون يدخلون منه. يا قليلون الذين يدخلون من الباب الضيق، قليل جدا اللي مش عايز على يضيق على نفسه، ولكن كثيرون اللي عايزين يمشوا من الباب الواسع، والباب الواسع آخرته جهنم يا أحبائي. عشان كده راجع نفسك لما يكون في ضيق في العالم لصالحك أنت، لأن الضيق باب ضيق يؤدي بك إلى السماء. الآية اللي بتقول إيه؟ بضيقات كثيرة ها ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. إيه الضيقات الكثيرة؟ لما يكون في دموع، لما يكون في ألم، لما يكون في تجارب، لما يكون في ظلم واقع عليك، كل الضيقات دي تدخلك فين؟ تدخلك إلى ملكوت السماوات. أحسبوه ها كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. لما تقع في تجربة ما تتذمرش، افرح، لأن التجربة دي بتخلي عينك تصغر، السماء تصغر في عينك، أقصد الدنيا تصغر في عينك. ليه؟ لأن التجربة بتخليك تبص للسماء. إن أحسب إن آلام هذا الزمان الحاضر ها لا تقاس بالمجد العديد أن يستعلم فينا. كل الألم اللي أنت بتلاقيه في الدنيا ده ولا حاجة بالنسبة للسماء المستنياك والمجد المستنيك في السماء. ده العلاج. في العالم سوف يكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. عشان تدخل السماء راجع هدفك كل يوم، من فضلك راجع هدفك كل يوم، انت رايح على فين. قديس أرسانيوس ده كان رجل عظيم جدا، وكان معلم أولاد الملوك، ما يعلمش إلا أولاد الملوك بس، وكان رجل حكمة وكان رجل عظيم جدا، ساب كل العز ده وراح اترهبا في مصر، والأديرة في مصر في القرن الرابع كانت تعبانة جدا، لكن كان يحارب بالعز اللي كان فيه، لكن كان دايما يسأل نفسه كل مرة سؤال، أنت سبت الدنيا ليه يا إرساني؟ أنت ليه جيت الدنيا جيت الدير يا إرساني؟ انت هدفك ايه انك قاعد في المكان ده ارساني؟ كل يوم يراجع هدفه. احنا عايزين نسأل نفسنا الاسئلة دي يا احبائي عشان السماء ما تروحش مننا.
كل يوم اسأل نفسك السؤال ده، أنا موجود النهاردة في الدنيا، بكرة أنت مش موجود في الدنيا، أنا النهاردة قاعد في الدنيا، بكرة فجأة ألقى نفسي واقف قدام المسيح، أنا النهاردة مخاصم فلان ومش عايز يصالحه، فجأة ألقى نفسي في السماء ممنوع من الدخول. كل يوم راجع نفسك، إيه هدفك في الحياة؟ هل هدفك في الحياة إنك أنت تشتغل وتجوز عيالك وتكبرهم وتجوزهم، ولا هدفك في الحياة تدخل السماء؟ راجع نفسك كل مرة. عشان كده في آية تقول إيه؟ جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. عارفين امتحانات التجربة؟ كلكم كنتوا طلبة مش كده؟ وكان عندنا امتحانات تجربة. امتحن نفسك كل يوم، هل أنت داخل السماء ولا لا؟ امتحن نفسك كل يوم في متى 5 6 7، ودايما بقولها ودايما بقول لكم يا جماعة ارجعوا البيت واقروا متى 5 6 7 الموعظة على الجبل، ده الامتحان اللي هنمتحنه آخر السنة، ده الامتحان اللي هنسأل فيه آخر السنة، ده الامتحان اللي غششهن ربنا. احنا طلبة بلدة، عارفين الطالب البليد لما يغششوا الامتحان يقولوا له اهو ده الامتحان اللي هتسأل فيه آخر السنة. الامتحان موجود عندنا في الكتاب المقدس، متى 5 6 7. لو نسيت كل الكتاب ركز في متى 5 6 7 وادي نفسك فيها درجات. ده امتحان، امتحنوا انفسكم، ده امتحان تجربة، هل انت ناجح ولا ساقط، هل انت معدي ولا مش معدي، ده المقياس اللي حيقيسك بيه ربنا على باب السماء. إن كنتم لم تكونوا مرفوضين، يا ده في رفض، إذا سقطين في رفض، في رفض. في كورنثوس الأولى حطنا امتحان، بولس الرسول قال لنا كل واحد قبل ما يتناول يمتحن نفسه ليمتحن الإنسان، قال كده ليمتحن الإنسان نفسه هكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. كل مرة تمتحن نفسك، علمونا زمان قبل ما يعني في الأربعين المقدسة لما رسمونا قالوا لنا تيجوا قبل القداس ب15 دقائق تقفوا قدام المسبح تمتحن نفسك، هل أنت مستحق تأكل جسد ربنا وتشرب دمه ولا لا؟ اعمل كده، قالوا لنا تعملوا كده، بس احنا مكسلين، بنيجي بعد الساعة 9، لكن لازم نمتحن، لازم نمتحن نفسنا، هل أنا أستحق يا رب؟ لأنه قالوا لنا ده هو المسيح نفسه اللي حيكون على المسبح، هو نفس المسيح اللي حتقابله على سحب السماء، هو هو. فأنت واقف قدام المسيح على المسبح امتحن نفسك، ينفع يا ربي أقف قدامك زي ما أنا دلوقتي واقف قدامك على المسبح، ينفع أقف قدامك على باب السماء ولا ما ينفعش؟ امتحنوا أنفسكم. عشان كده أنا وإنت قبل ما ندخل التناول امتحن نفسك، قبل ما تتحرك من الكنبة وماشي على التناول، أنا مزعل مين؟ أنا اتكلمت على مين؟ أنا نميت على مين؟ أنا الخطية الغلباني إيه؟ أنا الحاجة اللي تعباني إيه؟ امتحن نفسك هل أنت في الإيمان ولا لا؟ بعد كده يأكل الإنسان من جسد الرب ويشرب دمه. آخر آية أقولها لك اتقالت في حبقوق وخلي بالك منها، بتقول إيه؟ على مرصدي أقف على الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي.
أقف كل مرة وأنتصب وأقول لنفسي ماذا يقول لي؟ يا ترى يا ربي حتقول لي إيه وأنا على باب السماء؟ حتقول لي شاطر جدع جهد بقيت كويس ادخل إلى فرح سيدك؟ يا ترى حتقول لي إيه؟ أقف على الحصن وأنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي. كل مرة قول أنا ربنا حيقول لي إيه على باب السماء؟ حيقول لي أنت مرفوض ولا حيقول لي أنت ناجح يا حبيبي وداخل السماء؟ حيقول لي ادخل ولا حيقول لي اسهب عني لا أعرفك؟ تعرفين في الصوم الكبير الشمامسة هنا بيرتلوا في التوزيع، لا تقل لي إني لا أعرفكم. اوعى يا رب تسمعني اليوم اللي يجي فيه تقول لي لا أعرفكم. كان في ناس كثيرة جدا مشهورة في الكنيسة، مشهورة في الكنيسة، ربنا يقول لهم لا أعرفكم. أليس باسمك تنبأنا، أخرجنا شياطين، صنعنا قوات وعجائب، عملنا وسوينا وخدمنا، اذهبوا عني لا أعرفكم. ده ناس مشهورة في الكنيسة، دي ملاك كنيسة أفسس ربنا حذره، أسقف حذره. طب أنا وإنت نعمل إيه؟ وماذا أجيب عن شكوايا الناس اللي حيشتكوني في السماء؟ حجاوبهم أقول لهم إيه؟ اتنين اشتكوني في السماء، ضميري والوصية. ضميري اللي عمال يقول لي اوعى تعمل، اوعى تبص، اوعى تشوف، اوعى تتكلم، اوعى تخاصم، اوعى تعادي، وانا اقول له اسكت اسكت اسكت، ده اول واحد هيشتكيني في السماء. ماذا اجيب عن شكواي؟ الوصية العمال تقول لي حب وانا مش بحب، الوصية العمال تقول لي اكسب السماء وانا مش بكسب السماء، الوصايا اللي تقول لي ما تدينش وانا كل يوم بدين، الوصايا اللي بتقول لي وبتقول لي بتقول لي. اول واحد اشتكيني ضميري، تاني واحد اشتكيني الوصية بتاعت ربنا. احبائي اقول لك عشان ما تضيعش منك السماء، اعمل 8 حاجات ماشي. اول حاجة تصلي، لأنك لو ما صليتش قطعت الصلة بينك وبين السماء. إزاي ما تصليش؟ إزاي ما يكونش في علاقة بينك وبين ربنا؟ إزاي؟ كل ما تصليش السماء ضاعت منك. نمرة 2 الصوم. ليه بتكسر 4 وجمعة؟ أنت لما تكسر 4 وجمعة بتقول له يا ربي أنا بتاع أكل وشرب وأنا مش حصوم، أنا مش بتاع سماء، أنا مش بتاع سماء. لما تصوم تقول له أنا لا بتاع أكل ولا بتاع شرب، أنا بتاع سماء. نمرة 3 اقرأ الكتاب المقدس، فتشوا الكتب تجدون فيها حياة أبدية. الحياة الأبدية في الإنجيل، في بيتك، في بيتك. عندك كم إنجيل في البيت؟ إن ما كانش 10 ما بتفتحش ولا واحد، هتدخل السماء إزاي؟ التوبة والاعتراف، إن لم تتوبوا كذلك كلكم تهلكون. إذا ما فيش توبة ما فيش اعتراف في هلاك. التناول، ما فيش حاجة تغفر لك خطيتك إلا دم المسيح. حتى لو تبت وما تناولتش خطيتك باقية. نمرة كام دلوقتي؟ 6 الخدمة، اخدم ولو بتلفون، حيث أكون أنا يكون هناك خادمي. واللي يخدم ربنا يكرمه الآب. أنا مش عارف الآية دي بتروح عليك إزاي. تخيل إنه لما تخدم ربنا الآب نفسه يكرمك في السماء، الآب نفسه يكرمك في السماء. ليه مش عايز تخدم؟ اخدم أي حاجة، ان شاء الله نظف تواليتات. انا يعجبوني الناس اللي بينظفوا التواليتات دول، لو واقفين في 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 على منبر ولا حواليهم كاميرات ولا الناس شايفاهم ولا حاجه، دول احسن مننا، احسن مننا. انا بتكلم عن نفسي،
فيش حد شايفهم، ينظفوا التواليتات، ينظفوا المطبخ، خدمة حلوة. ارفع السماعة، اسأل على واحد عيان في المستشفى ولا عيان في بيته، اسأل خدمة ماله، مش ضروري خدمة كلمة ربنا. نمرة كام؟ 7. نمرة 8 الخلوة، اختلي كل يوم مع ربنا، كل يوم اقعد مع ربنا، اعمل خلوة. يقول لك في الصباح باكر كان يمشي ويصلي، ناس كلها نايمة وهو مختلي مع نفسه. اختلي وصلي مع ربنا، اعمل خلوة. نمرة 8 والأخيرة، خلي لك اجتماع روحي ولو اجتماع واحد في الأسبوع، اسمع في كلمة ربنا. يعني النهاردة انتوا كتر خيركم جيتوا الاجتماع وفضيتوا نفسكم، جايين ليه؟ جايين عشان تراجع نفسك انت ماشي السما ولا لا، عشان تخلي بالك انا ماشي السما ولا لا. اسمع عظة، على الاقل عظة واحدة في الاسبوع علشان تراجع فيها نفسك، كل ده يدخلك على السما. لكن لو ما عملتش ولا دية ولا حاجة من دية، تدخل السما ازاي؟ لا صلاة ولا صوم ولا خدمة ولا اعتراف ولا تناول ولا انجيل ولا خلوة ولا اجتماعات ولا كلمة ربنا، بعدين تقول عايز امشي السما؟ هتمشي السما ازاي؟ احبائي، هي مرة مش بتتعاود، مرة الروح تطلع من الجسد ما تدخلش تاني، مرة النفس بتاعك ده يدخل ما يطلعش تاني، هي مرة. يا كسبت السما يا خسرت السما، لإلهنا الميد والإكرام في كنيسته من الآن والأبد، أمين.